نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخي؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك ويطول عمرك على طاعته ان شاء الله. الله يحفظك ولك مثل ذلك ويطول عمرك. نعم يا شيخ، انا واقع في ابتلاء عظيم من الله عز وجل. انا صار لي سنتين ونصف مريض، ومرضي الله اعلم انه مس من الجن. الله يبعد عنك شر الانس والجن. امين يا رب العالمين. يا شيخ تعذبت جدا، لله الحمد والحمد لله رب العالمين، فما جعلت يعني مكان ما ذهبت اليه من المشايخ السلفيين بارك الله فيهم، فرقيت رقى يعني كثيره جدا، ولم استفيد، وتعذبت جدا حتى اني لم استطيع ان احضر الدروس، ولن استطيع ان اصلي في المسجد لعده اشهر، ولن استطيع ان انام، ولن استطيع ان اجامع اهلي، ولن استطيع ان اقود سيارتي، وكثير كثير جدا جدا من المصائب، وتركت عملي وتعذبت عذاب شديد يعني لدرجة الأصابر ولله الحمد. ولكن يعني أسأل الناس، والناس تقول لي أكثرهم يقول لي يا أخي روح عالج نفسك بأي وسيلة، وأنا إنسان يعني الحمد لله ولا أزكي نفسي على الله، أنا إنسان ملتزم على طاعة الله بإذن الله عز وجل، وأنا صراحة متعذب جدا لدرجة أني إذا قرأت القرآن ينزف دما من البطن، ولا استطيع ان اقرا القران، ولا نستطيع ان اخشع في صلاتي، وتعبان جدا جدا حتى الان، وانا جالس اكلمك اتعب، فاريد فتوى يا شيخ، يعني هل اصبر واحتسب الاجر من الله عز وجل، ولا القى الله عز وجل وهو غضبان علي، ام اعالج؟ وانا يعني عملت عند الاطباء فحوصات كثيره كثيره، مع مناظير واشعات، ولا يجدون شيء، ولكن في احشائي شيء، يعني في بطني شيء ينتفخ ويذيني جدا. حتى ليش عمرك؟ عمري 27 سنة. طيب انت بتقول انك ملتزم ان شاء الله. طيب اولا انصحك بان لا تتردد على المشايخ هل بيستحضر الجن، هذا اولا. وثانيا تستقبل امورك كلها بالاذكار النبوية، وهي مسطورة في رسالة صغيرة لي مطبوعة اسمها صحيح الكلم الطيب، فتعتبر هذا الكتيب الصغير هي الوصفة الطبية النبوية لك، تستعملها، تضع كل ورد كل ذكر موجود في هذه الرسالة بتطبقها أنت حرفيا. كيف لما بتقوم تصلي لابد لك من أن تقرأ الفاتحة وتركع وتسجد إلى آخره، كذلك تستعمل الأذكار والأوراد الموجودة في هذه الرسالة. أضرب لك مثلا، إذا دخلت البيت بتقول بسم الله، إذا خرجت من البيت بتقول بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذا دخلت البيت هكذا ببسم الله، إذا دخلت المرحاض فاستعيذ بالله بورد مذكور في هذا الكتاب، وهكذا. هذه نصيحتي الأولى، وأرجو أن يكون من وراء استعمالك لهذه الأذكار النبوية أن يكون وراء ذلك شفاؤك، هذا أولا. ثانيا أقول لك عليك أن تصبر ولا بد حتى يأتيك الشفاء، وأذكرك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة كانت تصرع
تعرف ايش معنى تسرى؟ نعم يا شيخ. ايش معنى؟ تغمى عيوه وتفقد الوعي. احسن. ولما تغمى بطبيعة الحال كانت تنكشف، مفهوم شو معنى تنكشف؟ مفهوم يا شيخ، تتعرى. بارك الله فيك. فجاءت الى الرسول عليه السلام تطلب منه الدعاء، وهذا رسول الله المستجاب دعاؤه، فقال لها ان شئت دعوت وان شئت صبرت ولك الجنة. مفهوم؟ مفهوم يا شيخ، بارك الله فيك. وفيك بارك. امرأة متزينة وعاقلة قالت اذا يا رسول الله اصبر، ولكن ادعو لي الا اتكشف. فدعا الرسول عليه السلام لها فكانت تسرى. لماذا رضيت بالصرع؟ لان الرسول عليه السلام بشرها بأنها إذا صبرت فلها الجنة، لكن من عقلها ودينها أرادت المحافظة على شرفها، فقالت إذا يا رسول الله ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فكانت إذا وقعت مصروعة لا تنكشف شيء من عورتها. فإذا أنا أنصحك بأن تصبر ولا تتضجر، وعليك أن تذكر قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا ما عندي من الجواب. وباختصار أعود أقول لك تداوى وتعالج بالطب النبوي ثم اصبر. واضح؟ جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله دائما، ونرجو لك الشفاء العاجل، والسلام عليكم.